الحمد وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا الفضل من ربنا ونعمة مع كتاب التفسير، ونحن الآن ولله الحمد والمنة مع سورة المجادلة من كتاب صحيح البخاري. يعني تفسير صحيح البخاري قريب جدا بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه في كتاب التفسير، قال: باب تفسير سورة المجادلة رضي الله عنها. قال: وقال مجاهد رحمه الله: يحادون يشاقون الله، قال: كبتوا أخذوا من الخزي، قال: استحوذ غلبة. أخزيوا أخزيوا. نعم. كوبتو أخزيوا. كوبتو أخزيوا من الخزي. نعم. قال: استحوذ غلبة. نعم. هي سورة المجادلة ترى فيها الأحكام، كلما ترى أن الأحكام هي التي تغلب فاعلم أن طابع القرآن المدني عليها ظاهر، فهي مدنية ونزلت قبل الحجرات وبعد المنافقين. قال عبد بن حميد في تفسيره: واسم المجادلة خويلة. وقال محمد بن سيرين: كان زوجها ظهر منها، وهو أول ظهار في كان في الإسلام، واسمه أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت. وفي قول ثاني: خولة بنت دريج أو دريج، هذا الضبط في هذا الباب، أو بنت الصامت كما قاله ابن مندة. وثالث بنت ثعلبة قاله عكرمة. والاسم يعني الذي يفيدنا هو الحكم في هذا الباب. وقال البخاري في التوحيد: وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصله النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير وابن ماجه عن علي بن محمد عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش قال: حسن كان الظهار في الجاهلية أشد الطلاق، وكانوا يحسبونه طلاقا. يعني قالت: نظرت له بطني أو ويعني ما استخدمني كما قالت، ثم رماني بعد ذلك، وهو كان الظهر على أنه طلاق. وكان الظهر في الجاهلية أشد الطلاق وأحرم الحرام، إذا ظهر من امرأته لم ترجع إليه أبدا. وقال مجاهد: يحادون يشاقون. أخرجه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن نجيح عنه، ويقال: كبتوا أخزيوا، يعني نالهم الخزي والعار. ويقال: كبتوا أخزيوا، وقيل: أذلوا وأهلكوا، تغيظوا أو أغيظوا وصدوا. أصله كبده إذا أصابه بوجع في الكبد، ثم بدلت الدلتاء نقول بها كقولهم: سبت رأسه أو سبده، أي حلقه. استحوذ يعني غلب، وهذا أصل الكلام على سورة المجادلة. وأفضل ما في سورة المجادلة في هذا الباب ما قالته عائشة رضي الله عنها وارضاها، تبين أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي إلى الله، ويخفى عني بعض حديثها، فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك. أحمد، سورة الحشر. قال قال رحمه الله: باب تفسير سورة الحشر. قال: الجلاء، الإخراج من أرض إلى أرض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم سعيد بن سليمان من الثقات الأثبات. قال: حدثنا هشيم بن بشير، وهو من الثقات الأثبات، رواه له جمع. قال: أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس. قال: عن سعيد بن جبير رضي الله عنه. سعيد بن جبير وهو من أخص تلاميذ ابن عباس، وقلنا سعيد بن جبير قتله الحجاج ومن قتله، وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. السلام عليكم أستاذي. بلغنا عن سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المثنين على النبي الأمين، وهو صحابي من صحابي ترجمان القرآن حبر هذه الأمة. قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل. ابن عباس رضي الله عنه أجمعين: سورة الحشر. قال: قل سورة النضير. يعني بني النضير، يعني نزلت بني النضير كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قلنا أسباب النزول تفسر لك ما أقول إخوتي الكرام، وفيها الجلاء الإخراج من أرض أو النقلة من أرض إلى أرض، كما أن الإنسان موصى بإخراج
إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والحديث الذي ساقه هو عن ابن عباس رضي الله عنه أن سورة الحشر نزلت في بني النضير. الحديث أخرجه مسلم وفي الأنفال. ثم ساق عن سعيد قال قلت لابن عباس سورة الحشر قال سورة النضير لأنها تتكلم عنهم جميعا. باب ما قطعتم من لينة قال نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن تام سعيد ليث بن سعد نافع عزبة أنس بن عمر رضي الله عنه جميعا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لينة هي النخلة وهذا تفسير يعني لأبي عبيدة أيضا وجماعة وقال ابن عباس غيره يعني النخلة البويرة أو البرنية ما لم تكن عجوة قالوا هذا تفسير لأبي عبيدة وعن ابن عباس هي النخلة وسعيد بن جبير قال وقتادة قال هي ما كان من التمر سوى العجوة وذكرت في المزارعة وقيل إنما أفردت العجوة لأنها قوتهم وأصل اللينة لونه. نعم. هذه فيها حكم فقهي وهو تحريق قطع الشجر وتحريق البيوت أو هدم البيوت حتى عقر الخيل كل ذلك الأصل فيه أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذلك وأبو بكر عندما أرسل الجيش أو السرية كان يقول اغزوا بسم الله قاتل من كفر بالله ويأمره ألا يقتل امرأة ولا وليدة ولا شيخا كبيرا هرما ولا راهبا في صومعته ولا يقطع شجرة ولا يحرق ثمرا هذا كله التأصيل العام لكن العلماء يقولون بأنه إذا كانت المسألة في إعواز لذلك يعني مسألة القطع احتاج لها المسلمون حتى لا يتقوى في الاختباء بها العدو الكافر يقطعوها أيضا حتى الخير إن لم يستطيعوا أن يأخذوه وينقلوه ويعلم أنه لو تركه يتقوون به يعقره فالمسألة هنا على المصلحة لذلك شوف الله تعالى يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وهنا شوف أتى بالعلة في هذا الباب أن هذا خزي للفاسقين يعني هو قطع اللينة أو تركها المهم أن يكون الخزي للفاسقين الذين يصدون عن سبيل الله. نعم. تفضل شيخ. قال باب قوله ما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه نعم تضع عليهم عن عمر أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خاصة صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله منها نفقة سنته صلى الله عليه وسلم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا الفيء هنا محسن يقول كذلك قياس على الردم أبي الردم. نعم. وأيضا في قوله عندما قال له على النساء والأطفال يغارون على يغيرون على القوم لا يستطيعون التمكن منهم إلا بقتل النساء فقلهم منهم في هذا الباب والمسألة هذا مطلب شرعي والمطلب الشرعي أيضا لا يتكلم فيه إلا من تضلع العلم لأن هذه المسائل يختص بها دماء ويختص بها أموال وأيضا المسألة لازمة لنصر الدين لرفع راية الإسلام فالباب ولذلك قلنا العلماء الدنيا بأسرها لا تستقيم إلا بوجود العلماء كنت سمعت بعض علماءنا الأفاضل كان الشيخ صالح وغيره أيضا تكلم في هذا الباب ابن عثيمين يقول يعني الدنيا إذا ذهب قبض الله العلماء لن يبقى إلا الجهلاء وهذه أكيد تقوم عليهم الساعة يعني قال هذه تنبئ بالساعة وهو ده صحيح لأنه إن وجدت الله يقبض عالما ولا يجعل خلفا له اعلم أنه ما أراد خيرا بالقوم الذين فيهم هذا العالم. تعزلنا شيخنا ورده هناك قاعدة أصولية استنبطت من هذه الآية. نعم. تركتم من لينة أو تركتموها قائما وهو أن الحق متعدد وليس واحد. قالوا ذلك الحق متعدد وليس واحد. هذا خطأ مبين الحق ليس متعدد إلا إذا جاء الدليل عليه. هم
ألقوا هذه الشبهة ما قطعتم من أو تركتموه ما قطعتم من يدنا أو تركتموه هذا هو المخير آه. هم قالوا أن الحق متعدد إنه 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 تقطع جائز وما تقطع جائز في هذا في هذا الباب. طبعا الحق ليس متعددا والحقيقة إنه عندنا محكمات هم يقولون إلى المتشابهات في هذا الباب. الحق الحق واحد لأن الإنسان لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال فما في إلا الحق أو الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد ده فاصل الخطاب إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر أجرت فأخطأ فله أجر. فنحن نقول له الآن أنت بتتكلم على أن الحق متعدد أين هنا النزاع والخلاف حتى نقول أن الحق متعدد في هذا الباب لأن المسألة مطلب شرعي والمطلب الشرعي يدور معه الدليل حيث ضار. يعني لما نقول الآن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ولما ننزل عيسى ما في جزية نقول يبقى إذن الحق متعدد. المسألة على تأقيت الأحكام والحق يدور مع المطلب الشرعي. ففهمنا سليمان وهذه أيضا ففهمنا سليمان معناها أن الحق واحد ليس متعددا. وهذه أيضا ما قطعتم لنا أو تركتموها على فبإذن الله وجدها أنا عليه ما هو غنى الآن. لأن احنا قلنا ليس متعددا بل الحق واحد عندما يأذن الله يكون حقا وعندما لا يأذن الله يكون حقا. وهذا ما قاله الغزالي يعني استخدم هذه الآية وقال واستدل عن الحق. طبعا الغزالي وأبو بكر بن العربي فقط من الأصوليين هم الذين قالوا بالحق متعدد. أبو بكر بن العربي تأثر بالغزالي وقال بذلك وبقية حتى الأشاعرة قالوا بأن الحق واحد مش حق متعدد. الأدلة واضحة جلية جدا والآية عليهم قال فبإذن الله قال فبإذن الله ويجب مخير وهذا إذا قلنا أنه مخير أو قلنا أن المسألة أنيطت بإذن الله جاي فلا فلما نقول إذن الله موجود لا تتكلم معي في شيء إلا أن هذا هو الحق لأن الله أذن لأن الله أذن بذلك. هم يتبدحون بحديث بصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصلي وأيضا الحديث ليس معهم في هذا الباب. ليه؟ لأن هذا الحديث أصالة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه صواب من الخطأ. أقر الطائفتين على الاجتهاد ما أقرهم على النتيجة أقرهم على أصل الاجتهاد أن لهم الاجتهاد فبعضهم أخذ بالظاهر وبعضهم أخذ ها وبعضهم أخذ بالمعنى والأخذ بالمعنى التعبد بالخلاف دي أم تميع الدين وتضيعه بالتعبد بالخلاف تميع الدين وتضيعه بالتعبد بالخلاف. وطبعا اشتهر بين الفقهاء يقولون ومسائل الخلاف لا انكار فيه وهذا خطا بين لبس ولا التلبيس على الناس هذا اسمه تلبيس على الناس يخلطون الاوراق لان هناك فارق بين كما قال ابن تيميه وغيره فارق بين نقول ان هذه المساله مساله اجتهاد ما حد اجتهاد في هذا الباب حتى تقول ما في انكار او تقول مساله خلاف. ولذلك نقول بانه التعبد بالخلاف تميع الدين تضيعه وأنه الصحابة كانوا ينكر بعضهم بعضا. أبو سعيد الخدري أنكر على ابن عباس وقال له ألا تتق الله ربك أما ترى الناس ماذا كيف تأثروا بفتواك حتى رجع ابن مسعود قال قد ضللت إذا لو قلت بقول موسى الشعير قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. المسألة معلومة في هذا الباب والحق ليس واحد. هذه الآية يعني الرد عليه من وجهين أن الحق هنا حق متعدد يعني الشرع كفل أن يقول حق هنا حق إيش متعدد يعني الشرع جاء به كالوتر أول الليل كالوتر نصف الليل كالوتر آخر الليل جاء الشرع يكتنفه. وقلنا إذا ما في ما في ما في ما في مادة نزاع أصلا عشان تقول إنه الحق متعدد متخيل الكلام نحن نقول الحق متعدد أو الحق واحد متى عند وجود النزاع والاختلاف وهنا ما في اختلاف أصلا ولا نزاع يعني هو برا النزاع الكلام في هذا خارج النزاع لا يستدخل فيه. شفنا ولو كان هناك تعبدا بالخلاف ما قال العلماء المجتهد لا يحق له أن يخالف المجتهد ممتاز. ولو لم يكن لو 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 لو, لو, لو كان التعبد بالخلاف لقلنا أن ما في أحد أخطأ قط والنبي خطأ وقال إذا أصاب فلا أجر إذا أخطأ فلا أجر. فإن قلنا أنه التعبد بالخلاف وأن التعددية في هذه الأقوال معناها أن كل مجتهد مصيب هو هذا غير وارد. داود نفسه أصلا الله تعالى قال في فهم ناس سليمان داود نفسه الله قدم فهم ابن علي وهذا حديث أخرجه مسلم أبو داود والترمذي والنسائي وقع بعض نسخ مسلم بسقاط الزهري ومن الرواة عنه إلا فقط قال هو بعده عن الزهري بهذا الإسناد وصرح عبد القنيط بقول عمرو إنما سمع الزهري
قال جياني سقط من نسخة ابن مهان، والحديث محفوظ لعمر عن الزهري. وحديث احتج به مالك على أن الفيء لا يقسم، وإنما هو ملك موكول لاجتهاد الإمام. وكذلك الخمس عنده، وأبو حنيفة يقسمها ثلاثا. وأما الشافعي والحق الرائع، الحق الذي لا مرئة عنه، والدليل جاء به أن الفيء يقسم خمسة، وشافعي قالوا ذلك يخمسه. يقول ابن المنذر أن هذا قول انفرض به البخاري، وكان له أربعة أخمس وخمس الخمس الباقي، وكان له فكان له 21 سهما، والباقي الأربعة المذكورة في قول ما أفاء الله على رسوله من أهل الكرة إلى آخر الآيات. والنبي كان يأخذ ذلك الفيء كان يأتيه، فكان يأخذ نفقة عام يتركها، ثم بعد ذلك ينفق المال كله في الكراع وفي السلاح. ففيها جواز الادخار للأهل عاما، وليس هذا منافيا للتوكل، بل هو أخذ بالسبب، هو أخذ بالسبب، يعني هذا من باب التوكل. والباقي كان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو مردود عليكم، وهو مردود عليكم. ممتاز. وهنا اللجاجة، وهنا أيضا محاججة من أخينا محسن هذا الأصولي الفذ. تعدد الحق لازمه تعدد المصدر، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ممتاز 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 محسن. الفذ المستنبطة، الفي لله ولرسوله، فيه التخميس، جواز تحريق الشجر، بل عقر الخيل إن انتفع به وتقوى به أهل الكفر على أهل الإسلام. السنة حاوت كل شيء. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.